واقع مركز عاصمة الجوف لا يراد له أن يتغير أو تتبدل ملامحه لتبدو المدينة على هذه الهيئة. شوارع ضيقة ومكتظة بفوضى العشوائيات واختناق للحركة في قلب المدينة. لا يوجد أسواق تضم أصحاب الخضرة، لا يوجد أسواق تضم أصحاب الدجاج، عشوائية على الخط. والسبب الرئيسي في وجود العشوائية غياب مكتب الأشغال بمحافظة، مكتب الأشغال بالمديرية، ما همهم إلا كيف يبنوا مستقبلهم ومستقبل جهالهم. ليس طبيعيا هذا الاكتظاظ الذي تشهده أسواق وشوارع مدينة الحزم بالجوف وما تعانيه من عبث وإهمال وفوضى، وكيف تحولت إلى مصدر لانتشار الأمراض والأوبئة علاوة عن المستنقعات المائية المنتشرة في أوساط الأحياء والتجمعات السكانية وما تسببت به من كوارث بيئية وصحية أمام مرأى ومسمع من السلطات المحلية الغائب دورها تجاه الوضع البيئي ومخاطره التي تهدد حياة آلاف المواطنين. كثير من المستنقعات المائية التي نتج عنها انتشار كثيف وكبير للبعوض والذي تضرر كثير من الناس وشهدة المدينة انتشار الأوبئة والبعوض الذي تسبب للناس والمواطنين بانتشار الأمراض ويهدد أيضا بانتشار الأوبئة بكارثة وكارثة صحية قد تشهدها مدينة الحزم. تحديات بيئية وصحية بالغة الخطورة يقابلها إهمال وتجاهل رسمي لهذه المدينة التي يفترض أنها واجهة المحافظة وحاجتها الماسة لمشاريع الطرق والأسواق المركزية للحد من فوضى العشوائيات وما يعانيه السكان من تفشي الأوبئة ومضاعفات صحية جراء واقع متردد في الأحياء والشوارع العامة. علي الجرادي، قناة بلقيس، الجوف.